حضرتك. شفت هذا اللقاء ازاي؟ المحاور والإعلامي. حاضر. خليني بس أخد من وقت حضرتك والمشاهدين دقيقتين ثلاثة. اتفضل. هنا أتكلم بشكل مش سياسي، الأول أتكلم بشكل احترافي. يعني إحنا قدامنا منتج إعلامي بنحاول إن إحنا نقيمه. هذا العمل عشان يقيم مثله مثل أي عمل لابد إنك أنت تشوفه من أربع نواحي. أولا الرسالة اللي هي موجودة فيه، الضيف، المحاور، الشكل الذي قدم به. هنا احنا مش مخترعين، يعني لما بتيجي تقيم عمل إعلامي هذه هي الكرايتيريا أو العناصر التي تقوم من خلالها بالتقييم. نبدأ أساسا بالرسالة. الرسالة تأتي في زمن يسبق انتخابات رئاسية قبلها بعدة أيام، فليس خافيا على أحد أنه توقيت هذا الحوار هو تقديم كشف حساب لما يمكن أن يكون الرئيس قد أنجزه في أربع سنوات، وتقديم أحد المرشحين المتنافسين لهذه الانتخابات للأربع سنين الجاية. كان من الممكن أن تقدم بشكل تقليدي نمطي قديم، لكن هنا بقى بنيجي نشوف الشكل الذي قدم به هو شكل حديث للغاية، شكل يتفق مع برامج التلفزيونات الأجنبية. العمل 60 دقيقة بالضبط بالتمام والكمال. الشكل الذي نفذ به هو شكل احترافي على اعلى مستوى. مستوى البرودكشن من ناحية صورة الاستاذ احمد عبد العزيز المصور، من ناحية المخرجة، هنا بتكلم الاول المخرجة الاستاذة ساندرا نشأت، عملته بشكل احترافي جدا. يبقى امامنا حاجتين، الضيف الذي تحدث ثم المحاورة التي اجرت هذا الحوار. الضيف الذي تحدث هو السيد الرئيس شرطة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مع حفظ الألقاب، قدم نفسه هذه المرة بشكل إنساني جدا يصل إلى القلب، مناسب لطبيعة المسج، الرسالة التي يجب أن تقدم، جمل قصيرة. وهنا المونتاج لعب دور مهم جدا في انه جمل، لان انا اللي فهمت انهم سجلوا ست ساعات، فانت كان ممكن تذيع ست ساعات، لكن لو ذعت ست ساعات مش هتكثف الرسالة. انت مطلوب هنا في هذا التوقيت في هذه المناسبة انك تكثف الرسالة عشان توصل للناس. هذه الرسالة زي ما بتوصل للنخبة، انا كان اهم شيء مؤثر بالنسبة لي فيها ان هي توصل لما يسمى في الشكل الشعبوي، للسي كلاس، لشريحة المجتمع الكادحة البسيطة اللي كان فيه عناصر كتيرة منها طرحت هذه الأسئلة. الشكل اللي خدته دايما في الحوارات اللي بتيجي في الحاجات الانتخابية، يا بتكون one on one، واحد حديث مواجهة زي ما بيحصل في تلفزيونات أمريكية، أو شكل تاني بيبقى زي اللي اتعمل مع ديفيد كاميرون اللي هو بروفايل، انك انت بتعمل بروفايل نوع من اللقطة المقربة الانسانية، رحلة في عقل وقلب فلان، او انك انت بتعمل حوار جماهيري زي التاون هاوس دايلوج اللي هو بيبقى حوار مع ناس مباشرة في مجمع شعبي او انتخابي. الشكل اللي عملته الاستاذة ساندرا هو شكل ذكي جدا، جمع ما بين كافة أنماط وأشكال البرنامج التلفزيوني الذي يجمع الحوار واحد قدام واحد one on one، أو الذي يجمع أيضا التاون هول كونفرنس اللي هو حوار ما بين طرح أسئلة ناس، صحيح هم مش معاه في نفس الأوضة لكن هي جابتهم في نفس الأوضة عبر اللابتوب بتاعها وحطت الأسئلة أمامه، وأيضا قدرت إن هي تغزل معاه مجموعة من التفاصيل الإنسانية والشخصية.
في حوارات إذا افترضنا أن هذا حوار حملة أو حوار إنساني، فالغرض منه أنك أنت بتوصل للناس علشان تفهمهم طبيعة الرجل الذي كان معهم والرجل الذي يريد أن يستمر معهم في حياتهم السياسية، عشان تنزله وتقف بالساعات وتدي صوتك له أو معاه أو تبطل صوتك، أي احتمال من الثلاثة. فالفكرة في هذا الحوار أني بعتقد أن هي تنجح بشكل كبير جدا في أن هي تكون محرك إنساني ودافع يساعد إلى قناعات ناس، بالإضافة إلى إنجازات الرجل، أن هي تخلي الناس تنزل وتقدر تقول وجهة نظرها في هذا المرشح الذي قدم نفسه بإنجازاته. يعني الرئيس لديه شرعية الإنجاز وشرعيته تتحدث عنه وإنجازاته تتحدث عنه. نيجي بقى الفندرة نشأة نفسها، وأنا بقول لك من دلوقتي أهو، أنا لسه ما بصيتش على النت، إذا ما كانش فيه كمية بشر ابتدوا يقطعوا فيها، لأن أنا خدت هذه التجربة سابقا وعارف أنك أنت لما بتيجي تسيس الأمور بدل ما بتهاجم الضيف بتهاجم من قام بالحوار. وانا بقول السيدة ساندرا نشأت انت عملتي عمل عظيم، وبتفق معك جدا اخي عزيز ان هي عملت فعلا عمل جيد جدا، عملته بحرفية عالية جدا. ويجب بقى ان نتوقف عن حكاية النفسنة ان لماذا هي ولماذا هي اللي تعمله ومش حد تاني. لا، برافو عليها، هي نجحت ان هي تعمل عمل جيد جدا. على فكرة هي مش دخيلة على هذا الموضوع، نحن نتحدث عن إنسانة مؤهلة لهذا الموضوع. هي من مواليد 1970، عندها 48 سنة، تخرجت من قسم إخراج في معهد السينما، معهد العالي للسينما 92، واخدة ليسانس أداب لغة فرنسية 93، لها أعمال كثيرة، لكنها أيضا لها عملين مهمين جدا قبل ذلك يمكن ناس كتير يكونوا شافوهم لكن ما يعرفوش ان هي السيدة ساندرا نشأت اللي عملتهم، واحد اسمه شارك والتاني اللي هو بحلم، وكان ليهم علاقة بالمشاركة السياسية في وبعد 30 يونيو. وهي المنهج او سابقة ان يكون مخرج بيجري حوار هذا ليس دخيلا، احنا عندنا حالات كثيرة جدا في المحطات التلفزيونية وفي السينما الأمريكية، أهمها حالة أوليفر ستون المخرج والكاتب والسيناريست الأمريكي اللي هو عمل أعمال كثيرة جدا، عمل مع عن كوبا، عن كاسترو، راح قابل كاسترو، عمل مع بوتين، آخر عمل اللي هو كان موجود معاه اتعرض حلقات، عمل فيلم درامي نوكيو دراما عن جي اف كي، عن جون فيتزجيرالد كينيدي، عمل مع تشافيز رئيس فنزويلا. ففكرة أن يكون هناك مخرجا يقف خلف الكاميرا هو عنده فكر في عقله وعنده وجهة نظر عايز يقولها وهو نفسه يجري الحوار، هذه عشان بقول من دلوقتي على اللي هيهاجمه الأستاذة ساندرا نشأت أن هذه ليست اختراعا أو افتكاسا من الافتكاسات، لكنها بالفعل شيء وارد ودارج يحدث. اعتقد انه اداء الضيف كان متميزا للغاية، المحاورة كان بسيطا وعميقا ويصل الى القلب، الشكل الفني الذي قدم به كان ذكيا، المستوى التقني كان على مستوى رفيع، ومدة انه كان ساعة ده كان شيء جيد أوي.